وبسط سهولها وفجر ينابيعها باسم الذي خلقنا من طين هذه الأرض وغرس حبها في قلوبنا ووضعها في عقولنا لنبنيها ويعمرها. أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة، الحضور الكرام، الأهل والعزة من أبناء محافظة عجلون الشماء ومن باقي المحافظات، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقف أمامك اليوم أنا ابنتكم التي ولدت في عجلون وتحديدا في عنجرة. درست في مدارسها حتى تفوقت في الجامعة لأكون أنا الآن الدكتورة ربا زغلول، ولأكون اليوم مرشحتكم عن القائمة العامة لحزب تقدم الوطنية، انطلاقا من مبادئي التي ترعرعت وتربيت عليها ومن الأفكار التي آمنت بها ووجدت التقاطعات والتوافقات بيني وبين حزب تقدم، هذا الحزب الذي آمنت به وبأفكاره ورؤاه من أجل أردن أفضل ومن أجل مستقبل أجمل لنا، أجمل لنا ولأبنائنا طبعا. من هذا المنطلق أتحدث إليكم بصفتي مواطنة تحمل في قلبها هموم الوطن وهموم عجلون وهموم شبابها وشاباتها، لأوصل أصواتكم ومشاكلكم إلى مؤسسة الأردنيين وبيتهم المؤسسة البرلمانية التي ستكون صوتكم لأصحاب القرار والمراقب المشرع لكل ما يتعلق بأمور حياتكم. إنني هنا لأقدم رؤيتي المستقبلية التي تنبع من احتياجاتكم وتطلعاتكم، رؤيتي التي تعكس أمالنا المشتركة في بناء وطن يتسع للجميع ويحقق العدالة والمساواة. إنني أتعهد لكم أمام الله بالعمل بجدية وإخلاص من أجل تحقيق مصالحكم، مدركا تماما أن هذا الأمر يتطلب الشجاعة والنزاهة والالتزام المطلق. أعدكم بأن أكون صوتكم، صوتكم الصادق في البرلمان، صوت من لا صوت له، وأن أعمل على تعزيز القوانين والسياسات التي تصب في مصلحة المجتمع والجميع وتعزز من قدرته على مواجهة التحديات التي نعيشها اليوم في عجلون وفي الوطن. أثق تماما أن التغيير يبدأ من الفرد، منا احنا، ومن هذا المنطلق أعاهدكم أنني سأبذل قصارى جهدي لتحقيق ما نصب إليه جميعا من مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا. وفقكم الله جميعا ووفقني لما فيه خير المواطن في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم جميعا، شرفتونا.